اليوم عندنا مباراة كبيرة، مباراة تلفت الأنظار، الجماهير تنتظر هذه المواجهة، وسائل الإعلام اللي أعطتها اهتمام كبير جدا، كل شيء جاهز لانطلاقة هذه المباراة واللي راح تكون مثيرة جدا، ننتظرها مشاهدينا في كل مكان. إنجلترا، كرواتيا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، في يوم مميز ننتظر وينتظر كل عشاق كرة القدم. تحياتي محدثكم فارس حوض للتعليق على أحداث مباراة اليوم. اليوم يوم الحزم، دقائق على ضربة البداية، تتسارع دقات القلوب، تبدأ دعوات العشاق والمحبين. مباراة ستكون ممتعة ومثيرة بكل تأكيد. وهذه هي تشكيلة فريق تبدأ في هذه اللحظات المباراة مع ضربة البداية. رحيم ستيرلينج، هاري كين، كرة إلى الأمام، استخلاص الكرة وإيقاف المحاولة. كرة ممتازة في المساحة. هاري كين يرسل الكرة في الخط الأمامي. بيرسيتش، لوكا مودريتش عنده فرصة التمرير. اللاعب يتوقف لتنفيذ رمية التماس. كرة لا تمر. كرة إلى الأمام. كرة بينية فيها خطورة الآن. كرة بينية فيها خطورة الآن. هاري كين، تمريرة رائعة. بيرسيتش، كرة إلى الأمام، حلوة الكرة إلى الطرف. بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. هاري كين، تسديدة خطيرة، هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. يا رب، أي هدف هذا؟ أي لعبة، أي كرة، أي سلطنة، يا مزاجك يا لعيب.
هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. لينية مثالية خلف المدافعين، لينية مثالية خلف المدافعين. هاري كين، الله، تصدي خرافي من حارس المرمى، محاولة تنتهي عند حارس المرمى. لينية مثالية خلف المدافعين، الله على العرضية، يا سلام على هذه الكرة. توزيعة جميلة لكن اللمسة الأخيرة لم تكن ناجحة مع مثل هذه الكرات العرضية. بيرزيتش، كرة في الجناح، تصدي رائع من حارس المرمى. أي ردة فعل وحضور مميز في اللقطة الماضية، محاولة تنتهي عند حارس المرمى. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. هاري كين، تألق كبير من المدافع، يقطع الطريق، ينهي الخطورة في هذه الكرة. كرة بينية، تصويب الآن، رحيم ستيرلينج، مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. لوكا مودريتش، بينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة، كرة ما فيها تسلل، عرضية في وسط البوكس، يرسل الكرة في الخط الأمامي، كرة بينية فيها خطورة الآن. هاري كين، نستأنف اللعب الآن مع رمية التماس، كنترول ممتاز، يا سلام، اللاعب الآن يحافظ على الكرة ويسيطر عليها تحت الضغط، يرسل الكرة في الخط الأمامي، يلعبها كين، تصدي كبير لحارس كبير. يا وصلنا الآن إلى منتصف المباراة، تنطلق الآن 45 دقيقة أخرى من هذه المباراة. لوكا مودريتش، كرة في الجناح، فرصة كبيرة للتسجيل، رحيم ستيرلينج، محاولة خطيرة، تغيير لعب على الضرب والاعتماد على الضرب، عرضية تصل إلى الصندوق،
كانت تحتاج شوية حظ، شوية توفيق، كان ممكن نشوف كرة في الشباك. لوبرين، بيرسيتش، لوكا مودريتش، بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة، عرضية في وسط البوكس. يا الله، فرصة مهمة ضاعت، اهدرها. جوردن هندرسون، هاري كين، الدفاع يقطع الطريق. لوبرين، تدخل وحكم المباراة يحتسب هذا الخطأ. سنشاهد هل سيكتفي بذلك. انذار يوجه للاعب، راح يزيد الضغط عليه فيما تبقى من دقائق. انجلترا يواصل مباراة بعشرة لاعبين بعد بطاقة حمراء، يمكن القول انها قاسية منذ وقت مبكر جدا في المباراة. تدخل بخلص الكرة، لوكا مودريتش. ماغواير امام مساحة كبيرة لاستغلالها الان. التصدي، برافو حارس المرمى. شوف تعامل حارس المرمى بكل أريحية. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. شوف كيف المرور، شوف المهارة. لمسة الأخيرة حرام ما تكمل. جوردن هندرسون، الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. كرة بينية فيها خطورة الآن، والتدخل ممتاز. الحكم يطلق صافرته معلنا عن خطأ في مكان خطير جدا. ركلة حرة على الطرف، هاري كين، بيرسيتش، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. لوبرين، عنده فرصة التمرير، عنده فرصة التمرير. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ كرة إلى الأمام،
البينية فيها خطورة الآن. بيلعب الكرة باتجاه المرمى. الدفاع يقطع الطريق. بيرسيتش يتحرك تميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. كرة بينية بينية 100 ثانية خلف المدافعين. تحكم ممتاز. محاولة خطيرة. لوكا مودريتش. كرة بينية فيها خطورة الآن. بيرزيتش اللعب يتوقف لتنفيذ رمية التماس. تصرف رائع من المدافع. برافو. تعامل مثالي في اللقطة الماضية. تمريرة رائعة. رحيم ستيرلينج. يرسل الكرة في الخط الأمامي. رحيم ستيرلينج. تصدي كبير لحارس كبير. يا رب الله عليك. تصدي ممتاز من الحارس في الكرة. تنبت قصيرة. تسديدة أخطأت وظلت طريقها أمام المرمى. أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. رحيم ستيرلينج الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. عند الكرة في مكان خطير. صافرة وتسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة ممتازة في المساحة. لقطة تلعب بالأعصاب. قصيرة. الصافرة تنهي المباراة. على المدرب أن يكون فخورا بهؤلاء اللاعبين. لقد قدموا مباراة كبيرة يستحقون عليها التحية.